ليش السرية كانت على حتى أعتقد هناك من يسعى لعرقلة هذه المسائل حتى من النواب اللي داخل اللجنة؟ لا مو من النواب اللي داخل اللجنة، النواب اللي داخل اللجنة اللي ما كان موجود، اللي موجود يعني أحد الاجتماعات صارت وإحنا مسافرين في مهمة من قبل مجلس الأمة، فصار إنه يفترض أكو جواب حالي، تعال تكلم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبوجود النائب الفاضل أحمد نبيل الفضل وهو ملم تماما في المسألة، فتكلم بهذا الشأن. الآن تكلم خارج ما تكلم يظل هذا قانون، لا يستطيع أحمد نبيل الفضل ولا يستطيع خالد الرضان ولا يستطيع كائن من كان أن يوجه على كيفه. هناك لجنة جينا قعدنا صوتنا على القانون مادة مادة صحيح. وأنا شخصيا اعترضت على 4-5 مواد في هذا القانون. نعترض على 4-5 أنا اعترضت على 4-5 مواد، لكن في بالصيغة النهائية أنا وافقت على القانون بشكل نهائي.